ورا ورا الله دولو المجرة يا فادي زوج النور صافينا لجل الإله حنا الشيطان الرجيم صافينا لجل الإله حنا الشيطان الرجيم مهرجان رياضي جميل. انا من 10 ايام صوتي مو راضي يرجع لوضعه الطبيعي، لكن اليوم بخربها وربنا كريم واللي يكون يكون وان شاء الله الامور طيبه دائما. يا شباب خلونا متفقين، ضبطوني في الرياضي اضبطكم خلونا حلوين. طيب نحن وزعنا المجموعات الى 3 فرق. اولا ابغى تحيه قويه لمهندس هذا المهرجان ومبتكره والذي يعني مكث وقتا طويلا حتى يبدع هذه الالعاب شامل جار الله. شكرا لكم، شكرا. بمناسبة هذا المهرجان اخواني الطلاب، نعم استاذ، يسرني ان اشكركم. ابنائي الطلاب، ابنائي، نعم، اخواني، نعم، واحد عنيد، طالب عنيد ومستجد ولا فاهم موضوع. اخواني ابنائي، طبعا المهرجان هو من شغلي انا او وليد، وانا بس ان وليد ما شاء الله دائما يحب يرمي على الاخرين، وان شاء الله نستانس واياكم، ما نبغى ضيقة الصدر ولا نبغى والله لا يجيب بيننا اللوم ولا العتب، صح ولا لا؟ نعم. والله يجيب سعة الصدر والابتسامة، عطونا ابتسامة حلوة كذا. ايوه ايوه حلوين حلوين حلوين. طيب نحن قلنا 3 فرق، الفريق الأول بقيادة عبد الله المهدي. عبد الله فريقك تجيب النوم يا عبد الله. ايوه عبد الله تسلم لي يابا. ايوه عبد الله تسلم لي يابا. ايوه عبد الله تسلم لي يابا. محمد الشهري يا حلو. الهدوء الذي طبعا اذا في فريق عنده اخ انه حيربح درجات من غير ما يلعب. الفريق الثالث فريق مجدي عبد الغني. فريق ابو غرسه وفريق فال. ايوه فال، فريق فارس مجدي عبد الغني. طيب مجدي، مجدي. اسماء الفرق لو سمحتوا. يلا كل فريق اسم. يلا استماع سريع كذا، استماع يلا وعصف سريع. عطونا اسم مشاري في لغه التحدي، اسم قوي جدا. افضل اسم يا شباب، شباب افضل اسم. لا غرسة غرب غرسة البورفت لاي هيجي مجهز معنا. شباب ابغى الاسم اذا سمع الاحد او احد او قرأ الاسم يقول بشجع هذا الفريق. يلا اعطونا. لا لا بدري عليك يا معلم، فريق بدري عليك. فريق محمد الشهري. لا 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 البورفت لاي. يلا يا عبد الله المهدي. فريق الهاردس. فريق الهارد ديسك عبد الله المهدي. عشان الدوره يعني. طيب مجدي فريق الحزم. طيب بدري عليكم والهارد ديسك عاصفه الحزم. بدري عليكم فريق محمد الشهري، عاصفه الحزم فريق مجدي عبد الغني،
والهارد ديسك هو فريق عبد الله المهدي. عشان الدورة عشان يضبط الدكتور. شو اسم الجماعة؟ اللعبة الأولى. اسم بالله شهدة. التحدي الأول يا شباب. التحدي الأول حيكون في جولتين. عندنا ثلاث طاولات يعني كل الفرق حيشاركوا من كل فريق واحد. الجماعة جماعة. طريقة اللعبة. شايفين البالون؟ كل فريق عنده طاولة فيها أكواب. اسمعوا. وعنده بالون بلون محدد. طريقة اللعبة في كل مرة ينفخ البالون نفخة واحدة ويطيح يطيح ايش؟ الأكواب. لكن ما ينفخ غلط نفخة واحدة يعني نفخة واحدة ويطيح البالونات ما طاحت كلها مرة ثانية ويعطيها مرة ثالثة ويعطيها أول فريق ينتهي من الأكواب هو الفريق الرابح هذه جولة نرجع الأكواب مرة ثانية ونلعب جولة ثانية إذا في تعادل بين فريقين هم يلعبوا النهائي مع بعض يا سلام حلوين حلوين كل واحد يستر واحد يلا 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 انا اول شيء بسال اللاعبين فهمتوا الطريقه والله برجع عندي هواء حاول تصبر واحده قلت لي ما ايوه ما ينفخ ينفخ لين ما تكون كبيره نفخة واحده فقط اي جاده بطاولتك زين الموضوع الاكثر بمجرد مشاهده البالون تلامس الكاس تعد نقطه خاسر انت فيها من بعيد لبعيد احد سبق اشتغل بالمطافي من وين نحطها تشوف تراعي المطافي يقرب للنار مره ولا يبعد ابعد شوي يعني ابعد بقدر تقريبا بس اهم شيء طب نحط لهم مكان لا هنا حلوين نحط لهم حد ما يتعدوه تبغاهم يكون فوق مسرح مثلا لا مثلا 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 مقداد تعال ارجع شوي مثلا هنا بعيد عليهم لا بعيد يا مثلا ما شاء الله مقداد لما يسوي كذا بيوصل ما تمسك مثلا حلوه مقداد يا مرتب نرجعها شوي لا خلي على خلاص ما شاء الله عليه هذا ما شاء الله خلاص انا وليد هنا يكفي كذا عادي انا ها جاهزين اوكي شباب نحن نعد مع بعض من واحد الى ثلاثه بالله ها لحظه اللعبه هذه اسمها ايش هذه اسمها لعبه انفخ طير انفخ طير انفخ طير انفخ طير انفخ طير حطها باسم بكلمه واحده لان عندي مكان ضيق هنا طير انفخ 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 خل طير بعد انفخ وفر شيء مستقبل ربنا ينفخ العدو انفخ انفخ تمام شوفوا حينعد من واحد الى ثلاثه الان مع لعبه انفخ ما تبدا قالوا ثلاثه شباب هدوء رجاء هدوء يلا شباب اذا قلت كذا نبدا واحد جاهزين يلا 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 واحد نحط 10 لا الجولة الثانية طب 10 في تعادل يلعبوا نهائي غيروا اللاعب عدد الأكواب 33 كوب يلا مشاركة ثاني مين شباب يلا معاذ أنا أرفع معي وأرفع حلوين يلا شباب وين لعبكم يلا عشان 33 كوب 33 كوب تمام حنرجع سامي أنت بتكون قريبة من البتاع يعني عشان تكون كذا ها؟ ايوه تمام؟ يلا رجعوا 33 كوب يا شباب. النقطة الأولى الفريق الهارد ديسك حلو. النقطة الأولى لفريق خلاص شباب يعطيكم العافية شكرا من اللي بيشارك الآن؟ 33 كوب
يلا فريق مجد عبد الغني اللي هو عاصمة الحزم مين؟ شكرا مقداد، شكرا فريق مجد، خذ زملائك وشبابك وروحوا هناك. اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة كيف كذا الترتيب أبو عمر؟ 12 13 14 33 إذا في ترى عندنا اللعبة جايين من الوزارة يقولوا اشتغل عدى 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 الله يخليك لما تقرب هنا تقدح في اللعبة وتقدح معيها. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة سامي ستة سامي ثمانية سامي أيوه يتعدى الطاولة ولا بس من هنا؟ شلون؟ يتعدى الطاولة عادي؟ من هنا من هنا من هنا بس كذا يلا ماشي بالرمي من أول خط لا توصل للأخير حلو زين؟ شباب شباب اموركم زينه ان شاء الله مبسوطين مرتاحين متضايقين من شيء والله 33 33 كم خلاص ماشي كم عديتها طيب فارس كم اللي عنده ابو عمر عدى حلو واحد دقيقه خذ مكانكم لا تنفخ لحظة في تفتيش وين الموضوع؟ ايوه تفتيش احنا جايبيني من الوزارة اشتغل عشان ايش؟ ايوه تابع الموضوع وارتب الشغل ايوه الموضوع مو بتحط الجمعة عشان ترفعها مرة واحدة ما يمشي الجولة الأولى هارد ديسك القديمة هذه ما تمشي يا عبد الله فهد كيف ما كيف تشوف الحين الشغل حلوين يلا احلى منظر في اللعبة كان التشجيع اللي قبل شوي صحيح ايوه والله جيتكم نبغى زيه بس قبل ضعف ضعف شوي هارد ديسك احلى منظر يلا هارد ديسك تو هارد ديسك تو واحد اثنين ثلاثة ستة يا فارس أقوى وسرة أقوى وسرة أقوى وسرة فريق أقوى وسرة أقوى وسرة الله عليك شوف 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 فريقه كله كله في الملعب معليش يا شباب اسف ايش يقول وجهات الكلك نرجع ما كنا يا شباب نرجع ما كنا المباراه النهائيه بين عاصمه الحزم مجدي وبين فريق هاردس على طول مو بعض غيروا اللاعب يلا غيروا اللاعب عادي عادي تبغى ترجع اللاعب الاول عادي اهم شيء ما يكون ورا بعض كابتن قرر نرجع لمدير اللعبه ينفع يشارك اللي شارك في الجوله الاولى عادي 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 ما في مشكله الفريق ده كله جاي هنا ليش كذا مجدي انت شل الحيص والزمرنه اللي عندك هذا خلاص هذا اللي تجيبوه هنا تجول في وسط المدينه لماذا يعني خلاص شكرا اثنين خمسة شكرا لفريق بدري عليكم 15 طبعا بعيد عن المنافسة 20 بيض الله وجهك شكرا 24 27 30 32 33 حلو شكرا يا محمد يا سلطان مكانك سلطان مكانك ايه هذا خلاص هذا برا هنا مين اللي هنا يا شباب؟ لا لا دقيقة النهاية عادي ها يشارك مرة ايوه ايوه عادي ما في مشكلة ما في مشكلة عادي يا المقداد يا فارس يا وليد وليد في خصومات على الفريق المشاغب والمشاكس خصومات ايوه شوف شوف لحظة لحظة ارجع شوي لحظة شوي ارفع صوتك فارس ارفع صوتك ايش تبغى؟ شوف الادب هنا ما اخصم اسكر القلم واتفضل شوف كيف شوف كيف يجي الان شوف كيف الناس تقبله شوف لحظة لحظة شوف كيف يسأل اسأل ايوه طيب تروح مع الشارع اللي هنا ثاني اشارة حلوين شباب حلوين لحظة شوي تفتيش أربعة ستة Hello!
هذه خلاص صح. اي فريق انتم؟ هذا ايش الفريق ذا؟ اسمه هارد ديسك. ابى اعطيه درجه بس ما ادري شلون جتني غلقه يوم سمعت اسمكم. بعمر العدد تمام؟ ها العدد خلاص تمام. اي والله سمعني ايوه اي اي يا لالي عاصفة الحجر. أيوة عاصفة الحجر. عاصفة الحجر. عاصفة الحجر. خلاص خلاص حلوين حلوين. يا جود يا جود يا جود أبغى يعني بالضبط تجي بيرات يا جود. أبو ربع يلعب. أيوة أبو ربع معايا. أبو ربع يلعب مقدار. يلا وليد يلا يلا شباب ها اسمع. واحد اثنين روح 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 مين طيب طيب يا شباب من يتبرع يا شباب من يتبرع يجمع لنا الاكواب خلاص واحد 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 شكرا شكرا يلا يلا اجمع الاكواب يا شباب شكرا لكم على هذا التفاعل والحماس شكرا لكم على هذا الاداء في لعبه انفخ رغم ان اللعبه اسمها سيء وفي فريق اسمه سيء بس صراحة اللعبة كانت حلوة وحماسكم كان جميل يعني وبهذه المناسبة يسرني أنا أشكركم مرة أخرى لأنكم تستحقون الشكر والله تركتوا أبنائكم وأهلكم وأسركم وبيوتكم وجيتوا لمهرجان وهذا بحد ذاته انتصار على النفس نعم الأجواء مطر برا ما استطعنا إلا ننفذ ورغم ذلك ننفذ بإذن الله اللي خسر الان لا يضيق صدره في لعبه بتجي الان ممكن يكسب والامور تصير زي الحلاوه ها اشتراك ايش فيك بطنك ايش فيه تو جاشد بسم الله عليك ما تشوف شر شباب شباب اللعبه الاولى 10 درجات لفريق عاصفه الحزم يا لا يا لا لا يا لا يا لا يا لا عاصفة الحزم عاصفة الحزم أيوة عاصفة الحزم أيوة نحط الكاسات الخربية خفيفة الآن لعبة سهلة جدا نحتاج فيها إلى واحد من كل فريق قبل أن تختار من هو المشارك قبل أن تختار لابد أن تسأل عن مواصفات المشارك لا تكن عجلا يا رجل نعم اختر وقل قل ايش تبغى بالضبط متين طويل عريض سريع ذكي لما زي كذا ايوه انا اعطيك المواصفات الان اللعبة سهلة جدا احتاج فيها واحد يده خفيفة يده خفيفة جدا خفيفة وشلون بيلعب بس بيلعب بكذا بس بكذا هذه اللعبة هكذا بس يلا ثلاثة جدد كاملة عشان العدد جاهز لا لا لعبة ايش اسم اللعبة يا وليد؟ اسمها ها؟ قلب
رتب. لا عطنا اسم كونفوشاري. شيلوا حط. حلو. بس لا نفس العدد ها؟ لعبة. شيلوا حط. طاح. جبرا لخاطرك يا مجد. اللعبة سهلة جدا شباب. ممكن. لعبة سهلة جدا يا شباب. تعدون لين ثلاثة. تعدون لين ثلاثة. معك 50 كاس. أبو غرفة. فجر معك 50 كاس. وسلطان أو ياقوت معك أيضا 50 كاس. المطلوب باختصار. بحونا هنا جمعهم. هذا الكاس الأحمر هو اللي فوق. كاس السلام. كاس الأحمر هو اللي فوق. كاس الأحمر هو اللي فوق فقط. أنت من يوم نعد لين ثلاثة تأخذ كاس كاس من تحت. أول من يصل عنده الكاس الأحمر كاسين. لا لا لا. فيه لجنة رقابية مشددة جدا. ترى في كاميرات في كل مكان عشان تراقب الألعاب. اللي يسحب كاسين نسحبه على طول. تعال. ليه؟ ليه الغلط؟ واضح؟ تسحب كذا على طول من تحت حبة 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 لين يوصل الأحمر. لا ترجع حبة لين الأحمر يكون تحت. أسرع واحد يسحب الكاسات حسب الوقت. وليد تكفى رقابة مشددة. ما عندك مشكلة إبراهيم. انتبه. جاهزين شباب؟ في فريق بيشجع شيء؟ كلهم بوقت واحد. أول واحد يوصل الأحمر عنده. لحظة لحظة فجر لحظة ما بدينا. شباب جاهزين؟ الأحمر فوق الآن. كاس الأحمر فوق. يا حبيبي. ايوه ديسكري ايوه ديسكري ايوه ديسكري ايوه ديسكري ايوه ايوه. كل اللي اخترتهم طر ما عليك كلام. خلنا نشوف يا شباب. هاردسك شكرا. هاردسك يا بوف. هاردسك شكرا يا شباب. فريق بدري عليكم. في عندكم مشاركه شيء كريمه هل تعلم اي شيء؟ ايوه ايوه ايوه. العاصفة خلاص هي مشكله. عاصفه اكلتكم. عاصفه الحزم قبل شوي مرت وكلتكم. الحمام الحمام اصلا عادي. الله. يلا يلا يلا. حلو. مع بعض يا شباب. لحظة. أبو عمر. أيوة. جاهز؟ جاهزين. واحد اثنين ثلاثة. كاس 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 كاس. حبة 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 حبة. السلام عليك يا بدر. السلام عليك. حبة حبة. اندونيسيا 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 اندونيسيا. السلام عليك. اندونيسيا اسرع. اندونيسيا 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 اسرع. خلاص طيب ما يمزحها. شفت الهدوء؟ خلهم يشعللون والله. لا 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 لا. طيب عاصمة الحزم ايضا. استهبل استهبل استهبل. طيب تعرف يا قوت كنا ايش؟ يا قوت
كنا حارس ماسك سكن. تحية لإبراهيم. طيب ابو عمر. هلا حبيبي. نلعبك شو؟ ها؟ نلعبك شو؟ اللي تبي. يلا شباب اللعبة الجاية اللعبة الجاية يبغى لها شغل ويبغى لها تكفون. تعال نقيب نقيب شيل الطاولات تعال جنب الطريق. تمام؟ عطني الصافرة ابو عمر. لا تعال لقط كاسات والله انا اشتغلت وادي جاي من الظهر انا امسك لقط كاسات تعال. مع الشباب اللي ما سمع على المصلى. مو في وجهك مش تعال ابراهيم. ابراهيم كاسات تكفرق الصافرة. هذه الصافرة. فجعتني يا شيخ رجع. احنا اللي مزينين ذا الدوائر كلها. شوف الان حنلعب دوري بين الفرق. حنعمل قرعه. الفريق اللي تجي عليه القرعه يلعب متاخر. الفريقين الثانيين حيلعبوا بالميدان. كيف الطريق؟ تكفون انتبهوا يا شباب ما نبغى العيد. ابو عمر يا وليد مصالح يا اخي ولا حق الجل اللي سوي يا اخي. تعال تعال اشتغلت واجد انا حكمت كل شيء. تعال بس كل فريق يشارك منه خمسه من الافراد. شوف شوف تمام حل الراتب كل واحد بالطريقه هذه يا شباب. الخمسة واقفين بالطريقة هذه وجيهم ليش؟ للجدار. كل واحد معاه بالعينية طيحتها؟ كورة هي طاحت. كلهم الخمسة كل واحد معاه كورة. مع الصافرة يروح ويلعبها ويرجع. في نفس الصافرة الفريق الثاني كمان يروح ويلعب لعبة اتش اون. اللي يكمل خط بلونه يفوز. اكس او. لكن بالطريقة هذه لو نحن خليناكم كذا ما عاد انتهي. احنا نبغاها ايش؟ ما تشوف وليد صفر تروح وليد تحط مباشرة وترجع. مصالح تحية للنقيب. والله ما شاء الله في وقت قياسي اشتغل هالطلب. والله ونعم والله ونعم. واضحة ولا عيد؟ نجرب؟ نجرب. طيب ثلاثة قادة الفرق تعالوا. يلا يلا ثلاثة قادة الفرق اللي تجيها الآن يلعب متأخر. عبد الله المهدي بتلعب متأخر. الفريقين خمسة هنا وخمسة هنا. يلا واحد من يلا خذوا لون خذوا لون خذوا لون. هاي تجربة هنا 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 شباب فرق سواء كنا هنا أو هنا هنا خذ الأحمر. أيوة الفريق الثاني. يلا محمد الشهري محمد الشهري. شباب اللي حيتأخر أخصم منه الكرة ما حيلعبها. انا من فوق الله يقطع شرك. تمام والله ما شاء الله. خطوه خطوتين ثلاث خطوات شباب. هذا الخط على هذه على هذه على هذه. شباب 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 واحد اثنين ثلاثة على هذه على هذه كلنا على هذه. من يبدأ الأول؟ أنا أعلمك من يبدأ الأول. الجولة مرة تبدو أنتم مرة هم يبدو عادي. تمام مرة هنا مرة هنا عادي. الخط اللي وقفتكم عليه وين؟ يلا واحد شوفوا يا شباب. ها واحد أيوة مع كل صافرة واحد يرمي ويرجع واحد نفس الوقت نفس الوقت أيوة. شيل البنرات هذه لعبة منو؟ طب اوكي ماشي كل واحد بقى. كل مرة يطلع واحد من الفريق كل مرة يطلع واحد من الفريق. ها البداية مرة هنا والجولة الثانية مرة هنا. تمام واحد شوفوا طريقة. إذا صفرت طالع محمد الشهري بعد واحد اثنين ثلاثة يرجع. أصفر مرة ثانية يطلع واحد من هنا واحد اثنين ثلاثة يرجع. تمام نجرب بداية من هنا واحد اثنين العب. إذا خليك تعد وانت ما رميت محمد. إذا خليك تعد هو ما رمى ترى ما حيرميها. اسمع 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 هو أول ما تسمع صوت الصافرة هو يعد مالك. أيوه أيوه واحد اثنين ثلاثة واحد اثنين ثلاثة واحد اثنين ثلاثة وين يا ابوي؟ طيب الملاحظات الآن
لحظات الآن الالتفاتة. إحنا قلنا ما حد يلتفت نهائيا. سامي قلبي بالله انتبه ليه حد يلتفت؟ والله عندي شغل كثير. واحد شوف النقطة. شيل الكور. شيل الكور. ملو. لا 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 تجربة تجربة. هذه تجربة. إحنا قلنا الأولى تجربة. تمام؟ مرة حتبدو مرة يبقى. البداية من عند محمد الشهري. تمام؟ يلا سلامي سلطة. لا حد يلتفت شباب إبراهيم. لا حد يلتفت تكفى. تمام؟ واحد. البداية من عند محمد الشهري مع الصافرة. بعد ثلاثة ما رميت الكورة أنت محروم منها. ما حد يلتفت. جاهزين؟ واحد اثنين ثلاثة. الفريق الثاني. واحد اثنين ثلاثة. واحد اثنين ثلاثة. واحد اثنين ثلاثة. واحد اثنين ثلاثة. لا 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 خلاص خلاص. واحد اثنين ثلاثة. واحد اثنين ثلاثة. واحد اثنين ثلاثة زي كذا. أنت سطرت عليه يا معاذ معاذ. الجولة الثانية بداية من عند المقداد. بداية من عند المقداد. خذوا وضعكم يا شباب. شباب بعد ثلاثة ما اسمح لك تحطها. ايوه بعد ثلاثة ما في ما 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 حد حط الكورة. ما علي منك يا عمي. واحد فريق المقداد جاهز؟ جاهزين يلا. ترى هذا مربع فيه شباب. هذا مربعكم يا شباب. البداية من عند فريق المقداد مع الصافرة. بعد ثلاثة ما اسمح لك. ترى بشيل الكورة وبرميها. واحد اثنين ثلاثة. واحد اثنين ثلاثة. الفريق اللي بعده. واحد اثنين ثلاثة. الفريق اللي بعده. واحد اثنين ثلاثة. حلوين. واحد اثنين ثلاثة. واحد اثنين ثلاثة. ما تقدر. واحد اثنين ثلاثة. نقطة هنا مبروك. نقطة هنا مبروك. المقداد ملتفت على اللعبة كلها وقاعد تكلم مروان. واحد واحد. بسارة. واحد واحد. انتبهوا انتبهوا. حط الكورة داخل الطوق يا شباب لا تطلع تكفون ها. واحد واحد النقطة الأخيرة. فريق اللي بعده جاهز؟ منو؟ قرعة من يبدأ؟ قرعة من يبدأ؟ قرعة من يبدأ؟ يلا فريق جاهز؟ فريق جاهز؟ هذا يلعب مين؟ مقداد انت هتلعب. صافرة بعد الثلاثة ما تسمح لك الكورة ها؟ جاهزين؟ مقداد شهري جاهز؟ فريق الأول ما حد يلتفت يا شباب ترى على طول. واحد اثنين ثلاثة. 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 فريق ياقوت يلا. فريق ياقوت. مكانك مكانك يلا. فريق عبد الله مهدي. فريق هاردس. فريق عاصمة الحزم. عاصمة الحزم. وفريق هاردس. شكرا شباب حلو كده تمام كده في اغلاق لازم مع العجلة. واحد خليهم شوي عشان ما لعبوا عادي. مرة هنا ومرة هنا. كل قدامك كل قدامك كل قدامك كل قدامك كل قدامك. ما زلنا نحن في لعبة اكس او. كل قدامك اكس او. كل قدامك يسلم او بلس.
واحد اثنين ثلاثة هذا خطكم يا شباب. طول قدامك الحين يجيبك خمس دقائق. كويس هنا خطكم يا شباب هنا خطكم هنا خطكم هنا هنا خطكم يا شباب قدامك معاد الذكور قلتها خمس مرات هنا خطكم يا شباب ايوه بادي بادي انت فين وين رايح قدامك قدام. قدامك بتكلم على الاول ها ياقوت يلا يا شباب واحد اثنين ثلاثة هنا خطكم يا شباب مقداد مقداد ايش ايوه فارس مروان قدامك البداية الان ايوه عادي تبي تبدا تبي تبدا ولا هو يبدا طيب مجدي ما عندك مشكلة فريق هرجس يبدأ طيب فريق هرجس هو اللي حيبدا دقيقة فريق هارد ديسك هو اللي حيبدا طول قدامك يلا شباب دقيقة طول قدامك واحد اثنين لا من اليوم طيب اعطوني اياه هنا يا شباب صافرة حقول واحد اثنين ثلاثة بعد ثلاثة ما حخليك تحط الكورة يلا شباب يلا لا حتكلم ما حتكلم البداية من عند فريق هاردسك تهزيد واحد اثنين ثلاثة واحد اثنين ثلاثة واحد اثنين ثلاثة واحد اثنين ثلاثة روح روح طلع طلعها واحد اثنين ثلاثة واحد اثنين سريع واحد اثنين الدولة الثانية الدولة الثانية من اللي شاتها قبل شوية سجل كثير شباب 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 انتبهوا انا صفرت قبل شوية انتوا قاعدين تكين تتقهوا والله يا جمال في جمال ايش بكم انتبهوا واحد شباب نسمع شباب نسمع ها 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 شباب حلو هنا بداية من عند فريق عاصمة الحزم عندنا بداية عاصمة الحزم طيب عاصمة الحزم انتو اللي حيلتفت على طول حتروح عليه النقطة جاهزين 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 واحد اثنين ثلاثة اللي بعده واحد اثنين ثلاثة حلوين اللي بعده واحد اثنين ثلاثة سلام سريع اللي بعده واحد اثنين ثلاثة سلام عليك اللي بعده واحد اثنين ثلاثة حلوين اللي بعده واحد اثنين ثلاثة يلا وليد انت تنتهي اللعبة واحد واحد النقطة الأخيرة يلا النقطة الأخيرة دقيقة يلا شباب كذا ايش خلى مسكين خلى والله مسكين خلاص شباب طيب الآن لازم نحمل القرعة من اللي يبدأ ولا متفقين ها قرعة طيب شباب قرعة من اللي يبدأ هنا 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 قرعة عندي سامي عند القرعة قرعة قرعة عندي أنا عبد الله فارس تعالوا اللي تجيه يبدأ يلعب أيوة الآن شوفوا إصبعين الإصبع اللي أنا أبغاه يلعب هو اللي بيلعب يعني أنا ما حطيت شيء بس اللي كذا في راسي صح أنا حر بعد القرعة ما قلكم واحد يلا من اللي اختار هذا البداية من عند فريق هاردس يلا قدام على البلد قدام دقيقة 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 دقيقة
قل قدامك يلا شباب قدم قدم قدامك اقدم مدرب كده بهذا السوق مو حيوا يا مين واحد احنا هنبدا ايوه يلا يلا واحد سلطان فريق فريق هاردش جاهزين تبع الكور من ذاكور واحد قدام قدامك حعد من واحد الى ثلاثه وحشفر تنطلق مباشره فريق هاردش كالبدايه واحد جاهزين انا قدام اثنين واحد اثنين ثلاثه هروج واحد اثنين ثلاثه سلام سريع واحد اثنين ثلاثة حلو حلو واحد اثنين ثلاثة يا ترى واحد اثنين ثلاثة جميلين يا شباب واحد اثنين ثلاثة سريع انت بعد ثلاثة حطيتها انت بعد ثلاثة حطيتها يا شباب الى متى لسه ايش عليك ايش عليك ايش عليك خلاص خلاص انت متى متى الفلتين واحد اثنين ثلاثة غلط خوي غلط كابتن ما تعترف ما بنذكر تعال يعني قلبيه بعد العد من واحد الى ثلاثه انتم ما حطيتوا الكره ما حطينا كرة ما في مشكله لكن كلهم شغلوا عرفوا الكره لا لا ما ينشفتوا هذا تفضل تفضل وليد متى تخلص اللعبه لا خلي واحد يصلي لو سمحت يعطيك العافيه متى تخلص اللعبه خلاص مبروك لفريق عاصفة الحازم مبروك اللعبة اللي بعدها يا شباب اللعبة اللي بتقدم الآن هي الله يسلم معنا خلوكم معي رجاءً اللعبة هذه اسمها اللي راح كله مزح أوه. هذه جد أوه. اللي راح نجح كله نضحك مع بعض أوه. هذه نستانس مع بعض أوه. اللعبة سهلة جدا لعبة ايش بولينج رشحوا واحد من كل فريق والكرة معاه يلا حلوين طول قدامك نشتغل بنشر عنك شو هوا هوا هذه باليد كل فريق كوره يا شباب كل قدامك خصم 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 كل قدامك خصم عمران قال الكوره تجيبها معك شباب اللي هناك عندك لا انت يا راس الرجاجيل الناس ما تجي الا بالكوره الحمراء العود مدهور ايه برل انت وين رايح؟ لخ مين؟ طيب ما مشكله خذ راحتك عبد الله مين؟ لخ مين؟ نفسك على جاك يا مروان انت هنا مروان والله ما عندنا مروان الآن شباب اللعبة سهلة جدا لحظة شوي نرجع خطوتين اسمعني شباب مطر نقيب أبو غرسة عندكم سهرة هناك ولا لا لا والله بس جايين من شباب فوق شوفوا شباب على الخط هذا اللي احنا صنعناه الخط اللي تحتكم بالضبط رتبنا الشغل من بدري شوف تجي بالكرة كذا تنطلق وتوصل هنا وتدحرج الكرة هكذا تدحرجها وليد حط يدك عشان ما تضرب بس تجربة سهلة جدا شفت كيف ايوه في هذه الحال مش فيك اشغلتنا انت مش مويه يبغى مويه يا شباب مروان يبغى مويه يا شباب في الكرة مويه خذ هذه هذه ما في مويه لا 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 بالعكس غشاش ذنبي مو ذنبك مو ذنبك مروان مره واو الساعه عشان يكون لك شكل شكل واحد صعب يا ابو يلا يا شباب نبي التفاعل ونقول هي هذا الكلام اليوم المغربي حقتنا اليوم عالميه وصيفنا في البرلة كنت احلى الارض مع السماء نعم يلا خالد سؤالك
ايوه الكره تضرب كذا وتدحرج حتى تطيح الخشبات. نعم طبعا ساعه ابراهيم انا كنت ابغى زيها صراحه. لا 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 رحت السوق لفيت ادور ما لقيت ساعه بيضاء. سالت ابراهيم هل هي طلبيه خاصه؟ سالت القمر ليش نور انطفى. يلا الوقت والله تضيعون الوقت علينا انتم والله ليش تضيعون الوقت يا خالد؟ يلا شباب رميه واحده ابو ساره خليك هنا حكم كذا في النص. يلا عمر عمر الان كل واحد مروان حلو عمران ماذا يقول قبل اللعبه؟ سوف نريهم ان شاء الله. يا سلام عليك عبد الله فهد ماذا يقول قبل ان يبدا هذه اللعبه؟ سبحانك الله. واحد اثنين ثلاثه ابدا. هذه الجولة الأولى. الجولة الأولى ها رجعها. ايوه ايوه شباب ثلاث جولات أربعة أنا أربعة وخمسة. شوف نفسي في جولة ثانية في جولة ثانية وغرفة لاحظتك من أمس وأنت تحاول تبحث عن والله قال العيال ابو عمر شباب ابو عمر شباب عادي يتغير الاشخاص؟ ايوه ايوه بس سر المقصف اللي انا تبع مين؟ ايش الزحمه كلكم؟ لا لا مجد نرجع شوي نرجع عماد فينك يا عماد؟ لسه جاي فريق والله رمشه رمشه امين امين ها فايزين جاي يلا 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 الجولة الثانية عماد يلا شباب سرعة 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 نقيب الجولة الأولى لفريق هارد ديسك. اللعبة هذه من جولتين فقط. نعم أصلا كانت من جولة. نعم بس قلنا نحط جولتين. يلا ارجع كذا على الخط هذا اللي صنعناه هنا على الخط على الخط. واحد ارجع ارجع اثنين ثلاثة ثلاثة الله عليك الله عليك يا حبيبنا خلاص الظالم لا تقول لا تقول شكرا شكرا الان النهائي النهائي هنا لا لا انا لعبت فيها جربت كل الالعاب هذه عندنا معمل خاص تجرب فيه كل الالعاب قبل هو فاز مره بينك وبينه يلا يلا النهائي نهائي هنا هنا وهنا لعبه الان النهائي لا 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 سلطان ومين مقداد ها تعال هنا على الخط هذا على الخط على الخط هذا شباب المباراة النهائية و مقداد كرة البولينج ايش فيك؟ مقداد ايش فيك؟ يلا واحد اثنين مقداد جاهز سلطان ثلاثة ثلاثة هنا خمسة بس حبيبي باقي خمسة باقي عشرة جالكسي يلا وليد يلا شغل لعبة لعبة طيب طيب اللعبة الجاية يا شباب أبو عمر لعبة الأقوياء لعبة الأقوياء ايش صلح صلح الآن منازلة فقط للأقوياء صلح عدني هو لا لا كل واحد شباب واحد ياخذ لنا الأطواق هذه كلها تكفون واحد يشيل لنا الأطواق هذه كلها الله أبو عمر فكرة خطيرة طيب وليد يا جماعة الخير وليد لعب ثاني وبدأ بلعبة يلا 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 يا شباب هذا اقتراح جميل من أبو سارة الحقيقة تفضل أبو سارة أبو عمر تفضل الآن كل فريق يختار مقدم للعبة هذه إذا جاب اللعبة هذه مع المقدم هو يروح النقاط عند المقدم الثاني فريق الثاني فهمت شيء؟ هنعيدها
حنضطر نعيد لان في ناس ما يسمعوا. طيب يلا الان كل فريق اختار واحد. سامي الجار الله ويد بصالح النقيب. النقيب هنا مع فريق سامي الجار الله هنا مع فريق وليد بن صالح. الان نشوف مين اللي حيفوز. هذيك نبي نلعب معاكم. انتوا لوحدكم تلعبوا. فين الكره الثانيه؟ فين الكره الثانيه؟ ايش هذا الكره الثانيه؟ وليد هاجس وليد هاجس وليد هاجس وليد هاجس وليد هاجس وليد هاجس. لحظه 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 اجرب المشي. ما تخيلت افوز كذا سبحان الله. طيب طيب والله ما تخيلت. اللعبه الاخيره يا شباب قهر ما بقى الله خلاص. ما عندنا شيء ولا واحد. اللعبه الاخيره يا شباب دخل السرعه عليكم. اللعبه الاخيره اقوى واحد في كل فريق اعطونا اياه اقوى واحد. يلا مصارعه هنا عبد الله فهد. ابراهيم نلف الكرة على بطنه ونشدها من ورا. ها؟ ايوه ايوه. ها؟ زي كذا. ايوه. منو؟ مصارعة. مصارعة بالكور. مصارعة بالكور يا بغداد. يلا شباب. البداية البداية عصبة الحزم وهنا لأنك أنت بديت أول صح؟ لا خليك تلعب النهاية على طول. تمام؟ لا اللعبة اللي قبل شوي بديت بعدين هم جو. يلا لعبة لك سوا. أنا بدي ألعب النهاية على طول. تمام؟ يلا. تعال فهد ما تربطها. تعال اربطها. ستة؟ والله هذا كتاب. اربط اربط من ورا. شدة شدة على بطنه. أيوه. شدة على بطنه. شد اربطها اربطها يلا احزمها. تمام يا شباب اللي حيطلع برا الطوق مهزوم. اللي حيطلع برا الطوق اللعبه كذا. تمام اللي حيطلع برا الطوق مهزوم. يلا شد شدها. يلا سلم بغداد قاعد نلحقك. جاهز يلا شدوها تكفون شباب قوه. ايوه يلا روح صابره. واحد اثنين. اللي حيطلع برا الطوق مهزوم. اول يا شباب اللعبه معروفه. اول واحد يطلع برا الطوق اول واحد يطلع برا الطوق هو الخسران. واحد اثنين واحد اثنين ثلاثة. صح يا احمد 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 وليد الجزء كامل ولا رجل واحدة عادي؟ منو؟ لو رجل واحدة طلعت. لا لا اي رجل تطلع برا على طول هو برا ما فيه. اجين يلا. ايوه هاي تطلع. هاي امشي تمثيلها بالدائرة ما تحرقها. لازم كله خارج كل الرجلين خارج. ايوه لازم كل الرجلين برا. كل الرجلين برا الدائرة. كل كل الرجلين برا الدائرة. كل الرجلين برا. ايش فيك تلعب؟ لا 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 داخل الدائرة يا اخوان. ايش فيك؟ مهم الدوائر ثابتة. الدوائر ثابتة يا شباب. صحيح هذا اللي بيخليك ان شاء الله. حلو مقدار حلو ادم حلو اعماد ادم. السلام عليك. خلاص ها؟ وين رايح؟ وين رايح؟ تريد اللي بعده؟ الحمد لله هذا يا ادم. يلا شد شد الفريق اللي بعده. فريق الاشياء فريق بدري عليكم. شيري انصحك لا تكتك
عليكم والفريق بدر عليكم يلا يلا يا والله اربطوه اربطوه انت قاعد تسوي حركه مسوي مثبت اربطوه اجله يلا يلا اربطوها شدوا 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 بسرعه عشان الوقت عشان الوقت عشان الوقت خلاص ولا تعاد خلاص النهائي الان فريق اللي ما لعب عزيز المتابع في هذه الديربيات الجميله في المجره اليوم عندنا شيء غير وما وزعنا بالكومن اليوم هذا هاي واحد ثلاثة اثنين ثلاثة برا لا رجل رجل واحدة رجل واحدة بس ايوه انت اول واحد طلعت انا والله ما انتبهت تشنغونغ